تشكيل هذه اللجنة جاء وفقا للبند الخامس من إعلان نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، كما نص هذا الإعلان على أن تشكل لجنة أمنية عسكرية في مهمة تحقيق الأمن والاستقرار ورسم السياسات العامة، يعني السياسات العسكرية طبعا، وتحقيق التئام وتوحيد المجهود الحربي بما يحقق الأمن والاستقرار، وبما أيضا يعني يتم التعامل على أساسه مع المرحلة القادمة التي ستتبع الهدنة، وهي مرحلة السلم إن جنح الحوثيين إلى السلم، أو مرحلة الحرب والحسم العسكري. وبتقديري أن هذه المهمة التي تطلع بها هذه اللجنة، طبعا من الأهمية في مكان يعني يتم اختيار القائد العسكري المحترم والمحترف اللواء الركن هيثم قاسم طاهر، وبالمناسبة هو أقدم رتبة عسكرية، يفترض أنه يكون هو الآن المشير أو الفريق باعتباره الأقدم في الرتب العسكرية كلها الموجودة الآن سواء كان في الجنوب أو في الشمال. هذه الشخصية هي محل توافق، وبالتأكيد سيكون لها دور كبير في تقريب وجهات النظر، لكن يجب أن لا نتسرع في إصدار أحكام سريعة أو في الإفراط بالتفاؤل. هذه مهمة شاقة ومعقدة، وستتوقف على مدى دعم المجلس القيادة الرئاسي ومدى دعم التحالف العربي وبالذات المملكة العربية السعودية والإمارات.